ما فاتئ العالم يتعافى من العجاف الاقتصادي المتواصل لسنتين حتى بدأ يدخل في موجة جديدة من الجائحة الصحية المترافقة مع أزمة تضخم تاريخية في أسعار جل المواد والسلع الغذائية، راسمة لأزمة غذائية متفاقمة تعصف بأزيد من ثلاثة ملايير شخص من الذين يواجهون عجزًا في شراء حاجياتهم الغذائية، وعلى ذلك النحو يوجد نحو مليار شخص على مشارف العوز الغذائي وفقًا لأحدث تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الهيئة الأممية التي تتخذ من روما الإيطالية مقرًا لها استندت تحذيراتها على تكهنات مفادها تراجع مداخل نحو مليار شخص بحدود الثلث، ما يمثل نحو 40% من سكان المعمورة. كتحصيل حاصل عن عوده شبح الشلل الاقتصادي بفعل سياسات الاغلاق العام وما يترتب عنها من توقف سلاسل التوريد والامداد تحذيرات الذراع الاممي في تحقب الوضعيه الغذائيه والزراعيه عبر العالم لم تتوقف هنا بل امتدت إلى توقعات بشأن ارتفاع أسعار الأغذية الموجهة لأكثر من 845 مليون شخص على خلفية الزيادة القياسية المرتقبة في أسعار المحاصيل الواسعة الاستهلاك عبر القارات الخمسة، تكهنات مقلقة تجد في التضخم الحاد لأسعار الغذاء مبرراتها، ارتفاع أثمان جل المواد الأكثر استهلاكا لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد. بتسجيل اسعار القمح لذروتها منذ ثلاثه عشر عاما في حين زادت اسعار البن بشكل ملفت لتصل لاعلى مستوى لها منذ سبع سنوات